علوش توا غالي، علاش؟ غالي على خاطر هما غلوا فيه. كيفاش؟ تو يقول لك معناها نشتروا في العلفة غالية والعلفة غالية، وما ثم شيء، ما ثم شيء. الحشيش موجود، الدنيا الكل ربي خلقها موجودة، كل شيء موجود. شنو هما يحبوا يطلعوا شنو مليون، مليون و100، 950، هاك نشري من عند الزهر. علوش كم يا ودي؟ انا شارف نتاعك، انا شارف نتاعك. جيبوا شوي في ساشي ويجيبوا. ما تعاندش، ما تعاندش. الناس الكل مش... الناس الكل قيدت، الناس الكل قيدت في الحم بالش. لا كيفاش كيفاش لو كان ما يبيعوش الزازار هذا؟ هي الزازار يذبح في هذا؟ هي الزازار يذبح في هذا؟ اسكت. كان نحن ما نشروش، يسكت. كان نحن ما نشروش من عندهم، كان ما نشروش من عندهم. تو يمشوا يبيعوه في البطوار بختف، بختف يبيعوه بختف للزازار وكل شيء. اما للمواطن لكن شوف او سنين مثلا انت تقول فما امشي للزازار خبوك تقيم معلق على وجه ذكر. امشي للزازار خبوك تقيم معلق على وجه ذكر. خاطر انا وياك نمشي انا وياك نتخاطب، نتخاطب. لا لا اسمع اسمع على كلمك. انا شاري كيف هو زازار. انا شاري، انا شاري شير اشراي كيما هو. جاب شاري علوش، فهمتني؟ العلوش امشي للزازار اهبط من هنا منين تحب. مش زازار، لا مانيش زازار. كلهم متقبلين للحيط. ايش معناتها مقبلين للحيط؟ كلهم انعاش، كلهم انافي. يحط واحد برك مقبل لهنا، واحد برك مقبل لهنا، هذاك باش يبيع به. هذاك واحد برك اللي ناخذ هذاك ما ناخذش الاخر. ويقطع لك من اللوطة فصل. سامحني يا حاج، ما تاخذوش في اللحم انت، تاخذه برا بعد قداش؟ يا نار تشرب فيك. يعني ما انا غلط، قاعد يغلط فيك. لا ما انا ليش؟ انا قاعد يغلط فيك. انا عندي عينين وعندي مخ وعندي نار. قداش تاخذ جيكو كامل؟ ناخذ تاخذ في الطن ولا بالكيلو؟ لا ناخذ من 100000 صحي. يا ربي يا ربي له فيا ملي اليولد ظلي على الفيلم باش اللي يجيبه هو يجيبه له حاضر، يجيبه للعياد حاضر. تاخذ بالكيلو في الطن ولا بنص طن ولا بالكيلو راهو يعطيك من المقصوص من نعجه بال 100 وبال 150000. ايش معناتها؟ بال 5 6 كيلو كميتي بالكدا. خاطر انت لاباس عليك، خاطر انت عندك كسر الفلاح تكسر فيه. هي تو انت كيما الفلاح، كيما الفلاح يكسر فينا كسروا حتى نحن. الفلاح الفلاح يقول لك هاني نشري في العلفه غاليه. ايه واذا كان باللي غالي، باللي غالي. اسكت. 70 كيلو قديش؟ 70 كيلو قديش؟ قديش؟ قديش يقول لك؟ 70000. 70 كيلو. حاجه ضاي غال. كيفاش؟ في روح. نقول لك حاجه بالله العلي العظيم. جاه ربي برفوك بالله العلي العظيم، بالله العلي العظيم. الا نحن ما نسمعوش الدوله اللي هي خنقتنا ومرجتنا. عليه انعم قنطار الشعير، شكرت الشعير ب 60000 وجيت تو العلوش. والله ثم ب 300. السيد قال لك توكلوا فيه في الخبز. لا حرام علينا ما ناكلوش الخبز. يا ودي الكاميونات اللي تخرج من هنا برمشي قلب بعض علي لوحدي. اسمع تو الكاميونات والله الخبز لا ياكل. والله قنطار شكرت الشعير ب 60 دينار. سمعت ولا؟ شوف كميونات اللي تخرج من هنا بالخبز، معناها يلموا الخبز ويبيعوه، بيعوا الكميونات. كميونات تبدا خارجة معبية. مش الخبز ماك خربت، وانت مش تستاهل خبزة تهز في عشرة. صحيح ولا؟ انت تستهلكت الخبز ليك خطية. انا الخبز هذاك كارك خطية. ثم اسمع والله وكان جد ثم مقام تسعير اللي تونس ظلم لظمة. اما مقام الاسعار ما ثمش، كل واحد مولو نايا بي. يعني سبب اللي العلو شاكل في الخبز خاطر المواطن هو اللي سايفيه. فركوه تو كنا بالموس، هم فركوه تو بالموس. ولا نلقوه، لا نلقوه ماكل الخبز، هزوا بليش. لكن نلقوه ماكل الخبز نفركوه تو، هذا علوشي ونفرك قدامك. لقيته ماكل الخبز، هزوا بليش وعامل لي نايب روس. الله يبارك. ايش تعلف فيه؟ نعلف فيه في الشعير. وصلت 70000 العلف في الشعير ومطلوب به هذاك. لكن اليوم اسمع سامحني، اليوم عنب عنب ما تو موجود لهنا في الرحبه يقول لك مليون و200 و13 وموجود ب 350. نعطيك علوش ب 350 تاع الزوالي يقول لك هذا يصغرون. لا شوي عليه هو المدام، شوي عليه. موجود ب 750 يقول لك شوي عليه. اعمل لي حسب تونيه هذايا، اعمل لي نتاع 750 اعمل لي حسب. والله يبارك. قداش فيه من كيلو بتاع 750؟ فيه 20 كيلو. واش دبر عليه؟ انا نبيع بالكيلو، عندي باسكوله مانيش زلزارنا. لا لا مش شويه، نحبك تفهم برا. واش تفهم؟ ياك انت مش فاهم، انت خربت تونس 10 منك خربوه برا فوت. اسمع 10 منك انت خربوا تونس. علوش فيه 20 كيلو.
لهنا يتكلف معناها ب 700 و 800، عند الزازار يتكلف 500. كيفاش؟ يا وقال لك نمشي ناخذ من عند الجزار. الزازار يبيعوا 12 شارف يقول لك علوش. يا ودي انا وين؟ اما كي تاخذوا كما كي. ياك ويتبنن. اه. روح رم عليكم. تو جت عليك برا امشي الياسمينات. خذ اش تحب. لحم انثى ذكر اللي تحب. صغير. ولدي ليه راهو يعملوا في حكايات زايدة هنا. انتم غلوا على ارواحكم ونهار الوقفة تلموا وتروحوا. هو الاحتكار نتاع العلف. يعني تقول اللي فما اللوبينغ توا فما 45 مشاعرات والدولة ناخذوا فيها نحن ب 70 دينار. مارشنوار. عليه مارشنوار. برا اسهل المسؤولين المتكلفين، الرقابة ما ذامش، اللي يحل نيابة يحكم من راسه. ياخذوا مدعم ويدرقوا ويبيعوا للناس، تبيعوا تبيعوا في فنوار منهم شي يسمعك. خذوا ولا يسمعك وين؟ ها النخالة ارخص حاجه هي النخيل بسعرتها الدوله ب 25 يبيعوا فيها ب 60000 مرشنوار. مليون مليون و50 ل 15 مليون ونص. متكلفه لي نهاني السلعه ديالتها. يموش هيجي صورها السلعه. يموش يموش غالي هاي تبعوا. هاي تبعني ما تحبش على 600 قلت له وندا كرر. هاي مكر. مرحبا السلعه صورها. بالك شرع علوش ب 600. ايوا وريني السلعه ترى. هذه السلعة نتاعك؟ هذه السلعة. كانت تستاهل 600 ما يصيرش. باهي هذا اللي رسوا لهنا اللي رسوا رحلة هذاك قديه؟ 1300 مليون و300 هذاك. مليون و300 يجيبوا كتريل يا معلم. كتريل؟ ايه هذاك خير من كتريل. كيفاش؟ كيفاه كتريل أنت؟ قداش فيه من كيلو لحم؟ قداش يعمل؟ 100 كيلو. قداش حاكم الدولة يعني؟ زقيتها يعني؟ حاكم 13 بال نبيعوا بالميزان. رالوش هنا ياخذ ويعطي ساعات 11 ساعات مليون مري. 11 ومليون. يعني 11 ومليون توا في الرحبه يعني نتاع المروج 11 ومليون يعني حكايه فارغه يعني هذاك هو المينيموم. تقول مليون باش تاخذ علوش يعني اذا ما عندكش مليون مش لازم تجي تاخذ علوش. لازم تاخذ علوش بالرسم. الشعير غالي القرط غالي ما عادش ياخذ الفلاح. يعني شنو هي مشاكل الفلاح؟ علاش العلوش هكا غلاب كيفيه رهيبه؟ وشنو هي مشاكل الفلاح اللي خلات العلاش تغلى؟ خاطر ما العالفه والدويات ومصروفها ياسر. بعض القرط ب 25000، الشعير ب 70000، ما عادش ياخذ ثمار باش يعلف الساعي نتاعو. هكا هو هكا تشوف على عينيه. وهذا الكل يثقل على المواطن. على المواطن، هذا الكل يثقل على المواطن. صاريف واحد كل على مواطن. وانت توا ترى فما خروج نتاع ليلش ولا ايه؟ خليليتك يا خليت نشوف لقيش واحد مخرج علوش ماشي حيفسه هكا شوف لها الراح بالدور العباد اللي غير ما تشري. قداش عندكم النهار توا لهنا؟ عندي سبع ايام لهنا. والخروج فما وين فما؟ سبع ايام بعنا فيها خمس كعبيات.